يكون له دور مهم بالتأكيد سلبا يعني مو إيجابا. تعرف حضرتك الانتخابات إذا ما تجري بوسط أو بيئة نظيفة تشجع الانتخابات يعني بيها قدر من المعقول مقبول من الشفافية والنزاهة. هذا ما تسوى الانتخابات حين ذاك. ولهذا السلاح المنفلت هو جزء من البيئة الملوثة اللي راح ما تخدم من طريقة الانتخابات اللي بيها قدر محترم من النزاهة. ومن هذا المنطلق أنا أشك في أنه هذه الانتخابات ستكون القادمة سليمة بشكل صحيح. هذا أولاً.